سلسلة قصص جديدة سلسلة تنقلنا إلى جهات شتى في المنطقة المغاربية وخارجها، تتناول قصصا مهمشين تغوص بنا في جنبات أنماط أخرى من الحياة هي الحياة في هامش المجتمع. إنها قصص أناس وجدوا أنفسهم في الهامش كارهين، وآخرون كان الهامش اختيارا لهم لكل أسبابه. السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء في واتساب، فيسبوك، إنستغرام. هذا فضلا وليس أمرا. بعيدا عن سيدي بولعلام، من الوجوه المألوفة في باب الخميس بتارودانت، شاب يبدو من مظهره أنه مجنون، والواضح أن الناس هناك في باب الخميس ألصقوا به تلك الصفة، إذ لم يكن يكلم منهم أحدا. حين يتحدثون عنه فإنهم يذكرون المجنون وبوصندالة، لا يأتي أحد على اسم له يعرف به كآخرين من الناس، وإنما هي صفة المجنون وكنية بوصندالة لأنه لم يكن يغير حذاءه الصيفي على مدار العام. باب الخميس فضاء مفتوح للعابرين، من ذا الذي يتوقف عند هذا الشاب الذي يمضي أوقاته جيئة وذهابا في طريق سيدي العربي؟ حين يأتي المساء يشاهد بوصندالة يسلك شارع إبراهيم الروداني قبل أن تبتلعه أزقة درب العفو لتلفظه في صبح اليوم التالي. يظن كثيرون أنه يسكن هناك، في النهاية ما الفائدة في أن يعرف مأوى هذا المجنون؟ ثم أليس هناك مجانين سواه؟ كذلك كانت تمضي أيام بوصندالة، حياة مجالها باب الخميس وطريق سيدي العربي ثم شارع إبراهيم الروداني وأزقة درب العفو، المسالك ذاتها يعبرها كل يوم هذا الشاب الذي يبدو أنه لم يبلغ 30 بعد، لا تغيرها الفصول ولا المواسم. أحيانا يعترض سبيله شبان أو يافعون، منهم من يحاول أن يبدي قوته فيحاول أن يلقي به أرضا، ومنهم من يحاول أن يستولي على تلك الدريهمات التي يقبضها من المحسنين. لم يكن يتسول، ولكن المارة يشفقون لحاله فيعطونه بعض الدريهمات لشراء ما قد يحتاج إليه من طعام. لم يكن به بكم ولا صمم، وقليلا ما رد على من يحاول الإمساك به، يتفلت ثم يواصل السير. كان في جملة من يكثرون اعتراض سبيل بوصندالة شاب اسمه أحمد علي، وكان معروفا في باب الخميس بعدوانيته. قبل عامين في العام 2007 طرده أبوه من البيت لما ضاق به ذرعا، لم يفلح في الدراسة ولا في التجارة، وصار يتزعم مجموعة من المراهقين واليافعين. صباح 20 أبريل من العام 2009 في حدود 8 صباحا كان أحمد علي في باب الخميس. يومها لم يتأخر بوصندالة عن موعده، جاء وفي يده كيس بلاستيكي به قطعة خبز، وما أن بلغ بمحاذاته حتى انقض عليه أحمد علي وأمسك بملابسه بإحكام. على بعد بضعة أمتار وقف الحاج تهامي في باب دكانه يراقب الذي يحدث. كان بوصندالة يحاول صامتا أن يتفلت من قبضة أحمد علي الذي كان يقهقه وهو يقاوم محاولات بوصندالة. لحق به في تلك الأثناء 3 أو 4 من أولئك المراهقين الذين يلازمونه، انخرطوا معه في الضحك. باغت أحدهم بوصندالة وانتزع منه الكيس البلاستيكي المقلم وابتعد بضعة أمتار، فتحه وصار ينظر ما بداخله. أدخل تصرفه ذات بوصندالة في حالة هيجان لم يعهدها فيه من قبل الذين ألفوا حركة ذاك الذي ينعت بالمجنون في باب الخميس ومحيطها. ثم تفلت من قبضة أحمد علي الذي سقط أرضا وهو يحاول الإمساك بالمجنون. ضحك الحاج هامي ولما رآه ينهض دخل إلى دكانه، يعلم أن أحمد إذا ما رآه يضحك فسوف يهاجمه في دكانه ويفرغ عليه ما هو فيه من غضب. أما بوصندالة وكان ذا بنية قوية، فإنه ما أن تحرر من قبضة أحمد علي حتى انقض على الذي أخذ منه كيسه البلاستيكي، كان يصرخ وهو يقول كلاما غير مفهوم،
كذلك كان يعلن غضبه. حاول اليافع أن يتراجع ولكنه سقط أرضا وارتطمت مؤخرة رأسه بصخرة كانت هناك. اهتز جسمه قليلا ولكنه لم يقوى على النهوض. انحنى بوصندالة واسترجع كيسه المقلم ومضى يتبع طريق سيدي العربي لا يتلفت، وما لبث أن اختفى. هم أحمد علي باقتفاء أثر المجنون، ولكنه تراجع لما رأى رفيقه ملقا على الأرض لا يتحرك. اقترب منها ولاحظ بقعة دم على مؤخرة رأسه. حركه، كلمه همسا ثم صراخا ولكنه لا يجيب. أسرع أحدهم يعبر الطريق مقبلا وفي يده بصلة شطرها نصفين. كان يظن كما الذين بدأوا يتحلقون أن الفتى إنما أغمي عليه. مرر شطر البصلة بمحاذاة أنفه. قال صوت لم يرى وجه صاحبه إنه لن يلبث أن ينهض. في تلك اللحظة كان أحدهم يقول إن الفتى قد مات. صاح أحمد علي يقول إن الذي قتله هو المجنون بوصندالة. جاء أحدهم إلى دكان الحاج تهامي وكان ممن تحلقوا حول ذاك الواقع أرضا. قال إن المجنون بوصندالة قتله. نظر الحاج تهامي في عيني الرجل وسأله: وهل رأيته يقتله؟ بدا وقد أربكه السؤال. لم ينتظر الحاج تهامي رده وقال إنهم اعتدوا عليه. لم يضف شيئا آخر. ناول الرجل قنينة الزيت التي جاء في طلبها. في الخارج لاحظ الحاج تهامي وصول سيارة للشرطة ثم سيارة إسعاف. تفرق الجمع بعد أن حملت جثة اليافع، وظل الفضوليون من رواد باب الخميس يتحسسون الأخبار. مر يومان قبل القبض على بوصندالة. لم يكن ذلك صعبا، فالشاب الذي ينعتونه بالجنون ظل محتفظا بإيقاع حياته اليومية ولم يبرح ترودانت، بل إنه لم يستبدل فضاء باب الخميس بفضاء آخر. في الشهادات التي استقتها الشرطة تكرر وصف المجنون وبوصندالة، ولم يرد ذكر لأي اسم آخر. لم يكن أي من الذين تم الاستماع إليهم يعرف من يكون بوصندالة حقا. ظل ساعات طوالا مطرقا ممسكا عن الكلام. كان البحث قد أفضى إلى تحديد هوية القتيل. اسمه عبد الواحد بن المداني، في 17 ينحدر من حي الجزارة، كان والده نجارا. ثم تم الإمساك بأحمد علي الذي دلت كل المعلومات على أن بن المداني كان في جملة الفتية الذين يلازمونه. قال إنه كان شاهدا على الذي حدث، وإن المجنون هجم على صديقه فجأة وقتله. قال وهو يحلف إنه لم يتدخل. في اليوم الثاني لوجوده في مركز الشرطة نطق المجنون، وقد فاجأ بنطقه المحققين. قال إنه لم يقتل أحدا، وإن الذي مات سقط على الأرض عندما حاول الهرب بالكيس الذي به قطعة الخبز. لم يقل شيئا آخر، ولكن الذين تولوا البحث تفاءلوا. أن ينطق بوصندالة يعني أنه سيدل على مكان سكناه وسيكشف أشياء كثيرة تخص حياته. لا يبدو الشاب مجنونا كما يقال عنه، وربما كان يتظاهر بالجنون لإخفاء سر ما في حياته. شهادة وحيدة جيء بها من باب الخميس تعزز ما قاله المجنون. فقد أبلغ الحاج تهامي الباحثين بأن أحمد علي اعترض طريق بوصندالة قبل أن يلتحق به بعض الفتية الذين يتزعمهم، وإن أحدهم انتزع من المجنون كيسه البلاستيكي، ولما هم باسترداد الكيس سقط وهو يتراجع، ارتطم رأسه بالصخرة. حين تقديمه إلى النيابة العامة كشف بوصندالة عن اسمه أو ما اتخذه اسما. يصعب التحقق من ذلك لأنه لم يكن يتوفر على بطاقة تعريف وطنية. قال إن اسمه البشير بن المعطي، وإنه جاء إلى تارودانت قبل سنوات بعيدة لا يذكر عددها. علم منه أيضا أن عائلته تسكن في سيدي بوعلام، وأنه لا يرغب في العودة إليها. في تارودانت كان بوصندالة خلال كل تلك السنين يأوي إلى بيت خارب في أعماق درب العفو. لم يكن الجيران ينزعجون من وجوده هناك، بل إن منهم من كان يعطيه بعض الطعام من حين إلى آخر، ومنهم من كان يمنحه اللباس.
الزيارة التي قامت بها الشرطة إلى ذلك البيت لم تمكن من العثور على ما يفيد بأن ذاك الذي كان يلقب بالمجنون يمثل مصدر خطر ما. لما سئل عن سبب رفضه العودة إلى عائلته هناك في سيدي بولعلام أمسك عن الكلام. لم يكن يخامر ذاك الذي سأله شك في أنه سيتكلم وسيفضي بالسر، سينتظر. في بريق عينيه يقرأ الخوف، ولكن مما هو خائف؟ بعد ساعة عاد إلى الكلام، قال إنه فر من منزل والده لما بالغت زوجة أبيه في قساوتها. كان الولد الوحيد لأمه التي ماتت لما كان طفلا دون الخامسة. تزوج والده من امرأة وعادته بأن تعتني بولده، ثم لما رزقت منه الولد صارت تمعن في ضربه وتعنيفه. يذكر أنه حاول مرة أن يشكو ما يعانيه إلى والده، ولكنه لم يعر شكواه اهتماما يذكر. الذي كان يستمع إليه لم يشك لحظة في أن ما يقوله البشير ذاك الذي كان يلقب بالمجنون وببصندلة يشبه حكايات كثيرة ولا يختلف عنها إلا في بعض من التفاصيل. كان عليه أن يقوم بأعمال لا يقوى على القيام بها إلا الكبار، وكانت زوجة أبيه في غياب والده تبعثه إلى نبع الماء بعيدا عن الدوار فيعود منهك القوى. وكان عليه أن يرعى بضعة أغنام وثلاث بقرات، يمضي يومه على كسرة خبز وماء. ولما رأى إخوته الذين يصغره أكبرهم بخمس أو ست سنوات يستعدون للذهاب إلى المدرسة وقد حرم منها قرر الرحيل. كان في العاشرة أو أكثر من ذلك بقليل. يذكر أنه مشى يوما وليلة، توقف بالشعاب، الطريق لا تنتهي، وما كان يظن أنها ستنتهي إلا لما وصل إلى زاوية بوزرقتون. كثيرا ما سمع الكبار يأتون على ذكرها في أحاديثهم، ولقد وضع لها في مخيلته صورة سرعان ما اكتشف أنها لا تتطابق تماما مع حقيقة المكان. يظن أنه مكث هناك ما يزيد على الشهر، لا يدري إن كان والده بحث عنها، إلى الآن لا يدري. ما يهمه أنه أفلت من تلك المرأة زوجة أبيه. مرت الآن سنوات طوال، لعلها 20 أو ما يقرب منها، ولم ينس معاناته تلك. لقد أجبرته على الرحيل وعطلت حياته بالرغم من أنه كان بعيدا عنها. تم تقديم البشير بن المعطي إلى النيابة العامة بتهمة القتل غير العمد. ظل يؤكد أنه لم يقتل ذاك المراهق عبد الواحد بن المداني. حكم عليه بالسجن عامين. لما أنهى عقوبته وقد كانت فرصة تعلم خلالها النجارة كما استفاد من دروس في محو الأمية، اكتشف أن التحريات التي قامت بها مصالح الدرك الملكي في سيدي بولعلام أفضت إلى أن لا أحد سأل عنه لما اختفى. علم أيضا أن والده توفي منذ 5 أعوام، وأن إخوته وكانوا 3 أولاد وبنتا واحدة غادروا سيدي بولعلام إلى آسفي. رحل عن تارودانت وقرر أن لا يعود، يعتبر الآن أن المجنون بوصندالة صار ذكرى بعيدة، ويود لو أنها تبتعد كل يوم أكثر. السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء في واتساب، فيسبوك، إنستغرام. هذا فضلا وليس أمرا. أطفال ودمى. في حي الفتح بوجدة عند واجهة محل يبيع اللعب توقفت ياسمين ذات 10 سنوات، جالت بنظرها فيما هو معروض، ثم توقفت عند دمية تبدو كطفلة حقيقية. كانت الدمية ذات الشعر الأشقر تنظر إلى ياسمين بعينين زرقاوين زرقة السماء في يوم صحو لا تشوبه غيمة. ولعل الصغيرة اقتنعت بأن الدمية تنظر إليها، وقد تكون تصورت أنها تكلمها، فتوكأت بمرفقيها على الحاجز الحديدي الذي وضعه صاحب المحل ليمنع الجلوس على حافة واجهة متجره. لم تعد تعير كبير اهتمام لما يجري في الشارع، ولا هي تكترث لمن يدخلون المحل الذي يعرف رواجا باقتراب عاشوراء.
الدمية الشقراء تنظر إليها بتركيز جعلها تحاكيها وتثبت مكانها بلا أدنى حركة. ثم بدأت تحكي لها لما لم يعد لديها شك في أنها تصغي إليها باهتمام لم تجده عند آخرين. نادتها شيماء دون أن تعلم سببا لاختيارها ذلك الاسم، ثم إن أي أحد لم يسألها ولن يسألها أحد عن اختيارها هذا الاسم. هي الآن صديقتها ولها أن تسميها كما تريد وأن تحدثها كما تشاء. قالت لها وقد صار يقينا لديها الآن أنها تنصت إليها: لقد بحثت عنك طويلا وأنا سعيدة الآن إذ وجدتك. ابتسمت ياسمين وواصلت حديثها لشيماء الدمية. قالت: سوف أخرجك من قفص الزجاج الذي أنت فيه وسننطلق معا، سنجري معا وسنلعب سويا، أنا أحبك. الدمية تنظر إليها بغير ما كلل بعينيها الزرقاوين، قد لا تكون الطفلة انتبهت إلى ما يجري داخل المتجر. أعجبتها ملابس شيماء، وكم ودت لو أن لها مثل تلك الملابس الجديدة والأنيقة. قالت لها: ملابسك جميلة. ثم رأت خلفية الواجهة الزجاجية حيث ثبتت دمى صغيرة ولعب أخرى تنفتح، وظهر وجه رجل ذي شاربين كبيرين وبجانبه وجه طفلة قدرت أنها في مثل عمرها وقد تدلت ضفيرتاها على جانبي وجهها. أشارت الطفلة إلى الدمية تلك التي تناديها ياسمين شيماء. من الفتحة مد الرجل ذو الشاربين الكبيرين يده وأمسك الدمية من كتفها. توقعت ياسمين أن تلتفت شيماء إلى ذاك الذي أمسك بها، ولكنها لم تلتفت. رفعتها يد الرجل وظلت كما كانت، ظلت تنظر إلى ياسمين وهي تسحب إلى داخل المتجر. قبل أن تختفي رأت ياسمين تلك الطفلة التي أشارت إليها وهي تقفز فرحا. ثم أعيد إغلاق خلفية الواجهة وعادت تلك الدمى الصغيرة تنظر إلى الشارع. ابتعدت ياسمين عن الواجهة الزجاجية وعيناها تدمعان. غير بعيد أسندت ظهرها إلى جذع شجرة غير مثمرة. ظل نظرها شاخصا إلى متجر اللعب. ثم رأت تلك الطفلة التي قدرت أن تكون في مثل عمرها تخرج من المتجر برفقة والدتها. كانت تعانق شيماء الدمية. همت بالإسراع نحوها وخطفها من تلك الطفلة التي تحملها. ترددت قليلا ثم إنها لم تستطع صبرا. تركت جذع الشجرة. خطواتها الأولى كانت متباطئة، ولما همت بالجري رأت الطفلة وأمها ومعهما شيماء تركبان سيارة كانت مركونة غير بعيد. أسرعت الخطو، ولما صارت بمحاذاة السيارة رأت وجه شيماء ينظر إليها من خلف زجاج السيارة. كانت تلك الطفلة تحتضنها. لم تشأ أن تقترب، ظلت تنظر إلى الدمية وهي تبكي. ثم لما تحركت السيارة لوحت لها مودعة. لم ترد الدمية وردت الطفلة التي تحملها، فقد حسبت أن ياسمين لوحت لها. عادت أدراجها، ألقت بنظرة إلى واجهة محل بيع اللعب. مكان شيماء فارغ، لم تبتعد كثيرا عن ذلك المتجر. الساعة تقترب من السادسة مساء، عليها أن تعود إلى المنزل. أحست بشخص ما يمسك بها من كتفها. التفتت مذعورة فوقع بصرها على وجه خيل إليها أنها رأته من قبل، وما لبثت أن تذكرته. هو الوجه نفسه الذي أطل من خلفية الواجهة الزجاجية للمحل التجاري. تذكرته لما انتبهت إلى الشاربين الكبيرين، وقد ظنت أن الرجل، وقد عرفت أنه صاحب محل بيع اللعب، يريد أن يعاقبها لأنها أطالت البقاء عند واجهة محله دون أن تشتري شيئا. خافت. ما اسمك يا فتاة؟ سألها بابتسامة بددت ما كان انتابها من هلع. الآن وقد اطمأنت أنه لن يؤذيها نظرت إليه وقالت: اسمي ياسمين. اسمك جميل، لقد رأيتك وأنت تنظرين إلى تلك الدمية. قولي لي، هل كنت تكلمينها؟ أحنت رأسها خجلا واحمرت وجنتاها
وراحت تحرك يدها النحيلة في اتجاهات شتى. ثم عاد الرجل يسألها: هل كلمت الدمية؟ هي صديقتي واسمها شيماء. هو الاسم الذي اخترته لها؟ نعم. قولي لي يا ياسمينة، هل تريدين دمية مثلها؟ مثلها؟ نعم، وتشبهها تماما. لم ينتظر صاحب محل بيع اللعب أن تكمل ردها، بادرها بأنه سيأتي بمثلها في الغد، وسيكون باستطاعتها أن تشتريها وتسميها شيماء كما سمت تلك التي اشترتها تلك الطفلة منذ قليل. ولكنني لا أستطيع شراءها، أقصد أن والديك هما من سيشتريانها لك. صمتت وهي تركز بصرها على الرصيف. كان صمتها ذاك رسالة تلقفها سريعا تاجر اللعب، فقد أحس بأنه من غير قصد منها أصاب جرحا في قرارة نفس الصبية. حاول أن يتدارك قائلا: لا تهتمي كثيرا، سوف أخفض الثمن حتى يستطيع شراءها. عادت لترتسم تحت شاربيه الكفين ابتسامة جديدة. إذ ذاك نطقت الطفلة: ولكن والدي يا سيدي لا يسكنان هنا، هما يسكنان بعيدا في البادية. وأين تسكنين؟ أنا أعمل عند أسرة تسكن غير بعيد. تعملين؟ نعم، أنا أساعد الخالة مليكة في أشغال البيت. في الحقيقة هي تعلمني أشغال البيت، حتى إذا ما كبرت صرت أعرف كل شيء. صمت بائع اللعب وقد قطب جبينه، تأمل هندام الطفلة فانتبه إلى أن ملابسها لم تكن على مقاسها تماما. كان أكثر ما يلفت الانتباه الحذاء الذي تنتعله، لعله حذاء مشغلتها تلك. لما رأت الرجل صامتا وقد بدت حزينة ملامح وجهه، قالت إن والدها يأتي لزيارتها مرة كل شهر، يأتي في نهاية كل شهر استدركت، يطمئن علي ويتسلم من الخالة مليكة الأجرة الشهرية المخصصة لي، ثم يودعني ويذهب. علم منها الرجل أنها لم ترى أمها منذ ما يقرب من سنة. في تلك الأثناء ظهرت من على بعد خطوات منهما امرأة كانت تقصدهما. لم ترها ياسمينة وانتبه إليها بائع اللعب، وما لبثت أن أمسكت بالطفلة بغير قليل من عنف. بعد أن صفعت رقبتها أمسكتها من يدها وبادرتها بسؤالها عما طلبت منها إحضاره من متجر البقالة القريب. لم تدع لها فسحة للإجابة وراحت تسحبها. كان الرجل ذو الشاربين الكثين يتابع المشهد مذهولا، وقبل أن يغادر حالة ذهوله تلك كانت المرأة قد اختفت ومعها ياسمينة. أسرع الخطوة في أثرهما، ثم رآهما تدخلان عمارة في الشارع الموازي للشارع الذي يوجد به متجر اللعب. اقترب من الباب، كان حارس العمارة يقتعد كرسيا في الداخل. في الغد جاء بائع اللعب إلى العمارة يحمل دمية كتلك التي اعتبرتها ياسمينة صديقتها وسمتها شيماء. سأل البواب عن الطابق الذي تسكن فيه العائلة التي تشغل ياسمينة. سريعا نطق: الطابق الثاني الرقم 7. صعد ذو الشاربين الكفين السلم وهو يحتضن الدمية، ثم رأى الشقة رقم 7. قرع الجرس. كان يتوقع أن تفتح الباب ياسمينة فيفاجئها بالدمية، ولكنه ما أن انفتح الباب حتى وجد نفسه في مواجهة وجه تلك المرأة التي سحبتها بالأمس. سألها إن كانت ياسمينة موجودة. نظرت إليه مليا ثم قالت إنها لا تعرف أحدا بهذا الاسم. حاول بائع اللعب أن يذكرها بأنها كانت معه أمس لما جاءت وأخذتها. كررت أنها لا تعرف أحدا بهذا الاسم وأنها لا تشغل طفلة في بيتها. عاد أدراجه يحتضن الدمية. مرت عدة أشهر، وذات صباح وهو يتصفح جريدة محلية قرأ خبر العثور على جثة طفلة في حالة تحلل. لم يدري لما استحضر صورة ياسمينة. قال لنفسه: إن لم تكن هي فقد تكون أخرى في مثل حالتها. السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء في واتساب، فيسبوك، إنستغرام. هذا فضلا وليس أمرا.
ليلة جناوة. في عرباوة لم يكن مفاجئا لأحد أن تقام ليلة لجناوة في دار العرب بوشهدة، فقد اعتاد الرجل وقد بلغ من العمر عتيا الآن أن يقيم 3 مرات كل سنة واحدة من تلك الليالي التي تصدح فيها من باحة منزله الذي يتوسط ضيعته أصوات الطبول وتكتكات القراقب والجمبري. كان أبناؤه يقولون إن والدهم دأب على إقامة تلك الليالي لأنها تمنحه راحة داخلية. كانت كلماتهم كافية لدفع الحرج الذي قد يجدونه. تستمر الليلة من ليالي جناوة تلك من بعد صلاة العشاء إلى مطلع الفجر، تتخللها صيحات من يبلغ بهم مداه الانسجام مع تلك الإيقاعات التي تهتز لها النفوس من أعماقها. كان الرجل العربي بوشهدة ينحدر من عائلة من القصر الكبير دأبت على إحياء مثل تلك الليالي، ولكن الليلة الأخيرة كانت خاصة، أسر بذلك من شهدوها. يومئذ كان الجميع على علم بأن الحاج العربي، كذلك ينادونه، سيقيم ليلة من لياليه، هي لياليه التي تقام من أجله، ويحب أن يتقاسم متعتها مع الذين يحيطون به. كان الجيران قد رأوا أفراد فرقة جناوة الذين يأتون من القصر الكبير وهم يدخلون بيت الحاج العربي حاملين طبولهم وآلاتهم الوترية، عادة ما يكون وصولهم عصرا. في تلك الليلة لن تطفأ الأنوار في دار بوشهدة. يتولى الحاج شخصيا دعوة الرجال من جيرانه لحضور الليلة، وتتولى امرأته فضيلة دعوة النساء، ثم إنهم يدعون الباب مفتوحا لمن أراد أن يمنح لنفسه فسحة واستراحة. في مكان خلف الدار كان أحد الجزارين يساعده 2 يكمل سلخ كبشين نذرهما الحاج ليكون عشاء لمن يحضر الليلة. في غرفة لها نافذة واحدة كانت امرأة تتولى إعداد صينيات الشاي، ثم لا تلبث أن تعم الأرجاء رائحة اللحم الذي يطهى في قدور كبيرة فتستنفر كثيرين. حين غابت الشمس وتوارت خلف الرابية تسارعت وتيرة الإعداد لتلك الليلة التي يحرص الرجل على أن تكون أفضل من سابقاتها. قبيل العشاء بدأت تتوافد على منزل عائلة بوشهدة النساء من الجارات ومن هن من الأقارب. الأطفال يلعبون قرب الباب ويملأ صياحهم المكان فيضفي عليه بهجة. كما يحدث عادة سينام أغلبهم بعد أن تبدأ الليلة بقليل. الذين سيصمدون منهم سينالهم نصيب من العشاء الشهي. عاد الرجال من مسجد الدوار، كانوا مجموعات يمشون وهم يتبادلون أطراف الحديث حول مواضيع أغلبها لا صلة له بالليلة التي هم مقبلون عليها. عند وصولهم باب دار الحاج العربي بوشهدة انطلقت من عمق الدار زغاريد تسلسلت. في فناء البيت الواسع نصبت طاولات وفرش المكان استعدادا لأوقات يريد الجميع أن تظل مذكورة. كان الحاج العربي في أبهى حلته. غير بعيد عن الطاولات نصبت مجامر ما لبث أن قصدها 2 من فرقة جناوة، وكانت تعرف باسم فرقة المعلم سعيد الذي كان يرأسها. يحمل الرجلان طبلين كبيرين بدأ في تسخينهما. على بساط فرش في صدارة المكان جلس المعلم سعيد وقد احتضن آلة الجمبري. بجانبه جلس آخر اعتمر كالآخرين طربوشا مرصعا بالأصداف تتدلى منه خيوط تشبه الضفائر. في يده القراقب، تلك القطع من حديد التي يشبه شكلها الرقم 8 والتي تربط إلى ظاهر اليد وتحدث صوتا مميزا حين تهتز تحت ضغط من الكف. كان الجالس إلى جوار المعلم سعيد يحرك قراقبه في غير ما انتظام، وكأنه يقوم بحركات تسخين استعدادا للآت. من مكان وراء حدود الضوء جاءت امرأة لفت رأسها بغطاء يغلب عليه البرتقالي تحمل مبخرة من نحاس. يعلم أهل الدار أن تلك المبخرة التي يعتقدون أن لها تاريخا طويلا لا تخرج من مكانها إلا لمناسبات عزيزة كالأعياد الدينية وتلك الليالي التي يقيمها الحاج.
يبدو أن صاحبي الطبلين انتهيا من تسخين طبليهما، علقاهما إلى كتفيهما وأمسكا بعصيين لكل منهما معقوف ومستقيم، ثم ما لبثت أن جاءت أصداء النقرات الأولى. انتبه الجميع، لقد بدأت الليلة. من عمق الدار ومن خلف حدود الضوء جاءت موجة من زغاريد. كانت الفرقة قد اكتملت، وارتدى كل أفرادها كسواتهم الحمراء، وعلى صدورهم مرروا أحزمة مزركشة. بدأ المعلم سعيد يحاور آلة الجمبري، أوتارها تصدر أصواتا شجية تهز النفوس هزا. ثم ارتفع الإيقاع، وفي تناغم ظلت حاضرة أصوات الطبول والأوتار والقراقب، ومثلها تتموج أصوات أفراد الفرقة بأذكار تستحضر لكنات إفريقية. الذين اعتادوا على مثل تلك الليالي يعلمون أن الإيقاع سيجعل بعضا من الحضور يهتزون بقوة. المعلم سعيد يعلم ما الذي عليه أن يفعله إن حدث، هو الذي يضبط النوبات التي ينبغي أن تصاحبها ألوان معينة في الملبس. وفجأة جاءت من حيث تجلس النساء صرخة قلما يسمع أقوى منها في اللحظات العادية. نظر المعلم سعيد إلى الجالسين بجواره وهو يحافظ على الإيقاع، ثم جاءت الصرخة من جديد، ومن مكان ما خلف المتحلقين في فناء الدار خرجت امرأة ترتدي فستانا أزرق بلون السماء وقد فكت ضفائرها. دهست بقدميها من كانوا جلوسا في طريقها، ولما توسطت الفناء وقعت أرضا. كان جسدها المكتنز يهتز وكأنه يساير الإيقاع الذي ظل مهيمنا. نهض المعلم سعيد من مكانه، التفت خلفه، فناوله أحدهم غطاء أبيض مضى به إلى المرأة الواقعة أرضا وغطاها وهو يهمهم بكلمات لا تسمع. ثم بإشارة منه تغير الإيقاع، ومن جديد صدحت الزغاريد. الجسد المغطى عاد ليهتز. الذين كانوا جلوسا من أفراد الفرقة قاموا. لم تسكت الطبول ولا القراقب ولا هدأت أوتار الجمبري. وفجأة نهضت المرأة وتخلصت بقوة لا تخفى من غطائها الأبيض، وصارت تهتز متبعة الإيقاع المهيمن. تدلت خصلات شعرها على وجهها. جاء المعلم سعيد بما يشبه السبحة كان معلقا في عنقه وعلقه عليها. في الصفوف الخلفية سمعت أصوات لا ترى الوجوه التي جاءت منها وهي تقول إنها ميلودا. وسريعا صار الجميع ممن لا يرون ما يدور في فناء دار بوشهدة يعلمون أن التي تتوسط الحلقة هي ميلودا. في الدوار لم تكن ميلودا تلك نكرة. يحكى أنها كانت امرأة على قدر من الحسن لا زالت ملامحها تذكر به وهي الآن تخطت الخمسين. كانت متزوجة من حمادي الذي كان يتاجر في الماشية ويوزع أيامه بين الأسواق الأسبوعية القريبة. لم تنجب، استمر زواجها 8 أعوام. ثم فجأة توفي حمادي، وقالت عائلته إن ميلودا ناولته طعاما وضعت فيه سحرا. الذين قالوا ذلك زعموا أن ميلودا اكتشفت أن زوجها كان ينوي الزواج بأخرى. ومع أنها حاولت أن تنفي عنها تلك التهمة إلا أن أصواتهم كانت أعلى. ورسخ لدى الناس أن المرأة تتعاطى السحر والشعوذة، ونبذتها النساء اللواتي كن تتعاملن معها، ومنهن من قالت إنها الآن وقد ترملت ستسعى إلى خطف زوج إحداهن. انزوت ميلودا في بيت ملاصق لدار والديها آل إلى شقيقها الأكبر. كانت تعيش وحيدة، وقد فوجئ الناس في الليلة بدخولها منزل الحاج العربي بوشهدة إذ لم تفعل من قبل. استمرت إيقاعات فرقة معلم سعيد. بدت المرأة وقد ارتاحت قليلا، ثم توقف قرع الطبول. جيء بقدح من تراب به ماء، ناوله المعلم سعيد المرأة، وقد حسب الجميع أنها ستغادر، ولكنها فاجأتهم. نادت أهل الدوار أن يسمعوا كلماتها. قالت وقد علا صوتها: جميعكم تظنون أنني أقرب السحر والشعوذة، ومنكم من ساير أناسا قالوا إنني أطعمت زوجي سحرا فتك به. أريدكم أن تعلموا أن لا أحد له دليل واحد يصدق ما يدعيه.
لقد مات زوجي لأنه أصيب بضربة شمس، والذين كانوا معه في السوق الأسبوعي يعلمون ذلك جيدا. أنا لا أريد من أي منكم صدقة، ولكنني أردتكم أن تسمعوا مني الحقيقة. أجهشت المرأة بالبكاء، جاءها أحدهم بغطاء رأسها، وقبل أن تغادر الحلقة أضافت: أريدكم أن تعلموا أن البؤس الذي أعيش فيه أنتم مساهمون فيه بحظ غير يسير. سكتت قليلا ثم سألت: هل تعلمون يا أهل الدوار أن مزاعم عائلة زوجي حرمتني من نصيبي في الميراث؟ الذين لم يكن لديهم علم علموا الآن، والذين كانوا يعلمون هم شركاء لمن منعوني حقي. كانت كلماتها الأخيرة. اخترقت المتحلقين، ثم ابتلعتها تلك المساحة التي لا يصلها الضوء. وهي في طريقها إلى كوخها سمعت فرقة جناوة تستأنف إيقاعاتها. التفتت: دار الحاج بوشهدة بعيدتنا الآن. مهمشون. السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء في واتساب، فيسبوك، إنستغرام. هذا فضلا وليس أمرا. غريب في رمل السوق. في رمل السوق الحدود الجزائرية التونسية غير بعيدة. الخط الذي يفصل البلدين يمر عبر الحقول المحيطة بالمدينة. وراء الحدود بعد مسافة كيلومترات بلدة حمام بورقيبة. في رمل السوق الناس أغلبهم يعرفون الغريب، يعرفون أنه جاء من تونس، من بلدة اسمها جبل الوسط. الرجل الذي يعتقد أنه تخطى 60 يكسب قوته من العمل في مزرعة صغيرة لا يفتأ صاحبها الحاج بقنديل، يكرر أنه ورثها عن والدته التي ورثتها عن والدها، وكلما أتيحت له فرصة إلا وأتى على ذكر تفاصيل قصة تلك المزرعة التي آلت إليه بعد وفاة والدته. لم يعلم له أخ ولا أخت، وكان منطقيا أن يقول إنه ورثها عن والدته. قبل 8 أعوام أو أكثر من ذلك بقليل، نحن الآن في العام 98 900 و1000، ظهر في بلدة رمل السوق رجل خمسيني ظل متسكعا عدة أيام يطرق الأبواب على غير هدى، كلما جاع يطلب طعاما. ذات مرة طرق باب الضيعة التي لا تبعد عن غابة صغيرة. فتح الباب رجل له هيئة الرياضيين، كان الشيب قد غزا نصف رأسه، في نظره ما يوحي بحذر شديد يلازمه. وقف ينظر إلى الخمسيني ينتظر أن يفصح عما جاء به. بلا تقديم قال إنه غريب عن رمل السوق وإنه يريد طعاما. تأمل وجهه مليا ثم دعاه ليدخل. الباب الحديدي يفضي إلى حديقة مخضرة، في جانب منها طاولة من خشب وضعت حولها كراسي من حديد. أشار الحاج بقنديل إلى الرجل أن يقتعد كرسيا، ثم مضى إلى السكن الفسيح الذي تطل نوافذه على الحديقة. من على بعد أمتار يسترسل نباح كلب. جلس الغريب ولكنه ظل في حالة استنفار أن يفاجئه الكلب. لا يغادر نظره الجهة التي يصدر منها النباح. بعدما يقرب من نصف ساعة رأى الذي استضافه يقبل نحوه وهو يحمل صينية بها طعام وماء، وضعها على الطاولة ودعاه إلى الأكل. تركه وعاد أدراجه. في الصحن لحم وخضر، وفي الصينية خبز وماء. كان هناك ما يكفي من الطعام. ما أن فرغ من الأكل حتى رأى الحاج بقنديل يقبل نحوه وكأنه كان يراقبه من مكان ما. رحب به من جديد وجلس إلى الطاولة، بينما كان الغريب يكرر عبارات الشكر. قلت إنك جئت من تونس؟ نعم هو كذلك. من أين في تونس؟ من جبل الوسط. جبل الوسط، حكى لي بعض الناس عن هذا المكان. تحاشى الحاج بقنديل المزيد من الأسئلة، قد يكون خشي إحراج الرجل وهو في ضيافته. نطق الغريب وكأنه سمع سؤالا كان يدور في خلد الحاج بقنديل.
قال إنه جاء منذ عدة أيام، وإنه منذ أن نفذ زاده صار يطرق الأبواب يطلب ما يواجه به الجوع. إذ ذاك سأله الحاج بقنديل عن المكان الذي يمضي فيه الليل. صمت قليلا ثم أجاب بأنه لا مكان قار له، منذ أن وصل إلى رمل السوق غير الأمكنة مرات عدة. كان الحاج بقنديل ينصت إليه باهتمام ثم سأله: وما هي حرفتك؟ أنا لا أجيد حرفة أو صنعة، وإنما هي الفلاحة. كبرت في أسرة من الفلاحين، لا أعرف أي شيء آخر. ظل الحاج ينظر إليه وهو صامت، وكان الغريب يتوقع أن يقول له كلاما له أهمية بالنسبة إليه. سأله إن كان يرغب في العمل لديه. وقف الغريب ومضى يقبل رأس الحاج بقنديل. يعلم الرجل أن تشغيله في الضيعة سيكفل له مكانا آمنا يمضي فيه الليل، كما سيضمن له قوت يومه وأجرا لقاء ما سيقوم به من عمل. لم يكن قد سئل عن اسمه، ولما سأله الحاج رد بأنه يدعى مبروك. صمت قليلا، ولما لاحظ أن الحاج بقنديل كان ينتظر منه المزيد حول هويته أضاف: مبروك بن محبوب القرسي. قد يكون الاسم الثلاثي لم يعني شيئا، ولذلك طلب منه إن كانت معه وثائق هوية. رد الرجل بأنه فقد كل أوراقه الثبوتية. قال إنها سرقت منه بينما كان نائما. هل سرقت منك هنا في رمل السوق؟ لا، ضاعت مني قبل أن أصل إلى هنا. كانت المرة الوحيدة التي سئل فيها مبروك عن وثائق هويته. بدا أن الحاج قد وافق على تشغيله، وقرر أن يجرب ما لديه من خبرة في الفلاحة. وسريعا علم في رمل السوق أن الحاج بقنديل، وهو من أعيان البلدة، قد شغل في ضيعته ذاك الغريب الذي كان يتسكع هناك. سريعا أثبت مبروك معرفته بأمور الفلاحة، وسريعا انسجم مع ثلاثة عمال آخرين في الضيعة. كان يتقاسم مع اثنين منهم غرفة أقيمت في مكان يمثل رسم الحدود بين ضيعة الحاج بقنديل والضيعات المجاورة. لم يكن في الحياة اليومية في الضيعة ما يدعو إلى الضجر. كذلك كان يردد مبروك كلما تحدث إليه أحدهم عن العمل وعن تشابه الأيام. كان يرد بأن الأيام لا تتشابه، وإنما هي تتوالى. يأتي في كل مرة من البيئة نفسها بما يستشهد به على صحة قوله، فيفيض في الحديث عن الغرس والزرع والمراحل التي تقطعها الغلال والنباتات المختلفة، ويقول إن ذلك يجعل الأيام تختلف ولا تتشابه. وفي كل مرة يجادل أحدا أو يحاججه كان يختم بابتسامة. مرت 8 أعوام على وصوله إلى رمل السوق. في العام 98 900 و1000 سافر الحاج بقنديل إلى تونس مع مجموعة من تجار رمل السوق. وقد برمجت الرحلة لتجوب عدة مدن قريبة من الحدود، وأخرى أبعد وأكثر عمقا في التراب التونسي. ولعله كان قد نسي أمر جبل الوسط إلا لما توقفت به قافلتهم. تذكر أن الغريب مبروك قال له إنه جاء من تلك البلدة الصغيرة. قال لأحد أفراد الرفقة التي كان فيها إن أحد العمال في ضيعته ينحدر من هذه البلدة، وإنه وقد أتيحت له الفرصة يود لو يسأل عنه، فقد يحمل إليه خبر عائلته وسيسره ذلك أو يعرف عنه أكثر مما قاله عن نفسه. كان مقررا أن يمضوا ليلتهم هناك معسكرين، وكان من بينهم رجل له معارف في جبل الوسط. كان الجو ربيعيا ولم يكونوا بحاجة إلى نصب خيام، وإنما هي بسط افترشوها. وقد جاء إليهم 5 من معارف صاحبهم ذاك مرحبين، وحملوا إليهم بعض الأطعمة. بعد أن انمح الشفق من الأفق تجلت النجوم وبدا الجو ملائما للسمر. وبعد تناول الطعام الذي أحضره الرجال 5 صار الخوض في مواضيع متباينة مختلفة. ثم وقد أنس بهم سأل أحدهم عن ذاك الذي ينادونه بالغريب في رمل السوق. كان عليه أن يذكر اسمه الكامل، مبروك بن محبوب القرسي. وما أن ذكره حتى ظهرت على وجه مخاطبه علامات الاستغراب. هل تعرفه؟ سأل الرجل. نعم، إنه يعمل عندي في ضيعتي.
مبروك بن محبوب القافصي يعمل عندك؟ هو كذلك، هل في الأمر ما يدعو إلى الاستغراب؟ انتبه الآخرون إلى الحديث الدائر حول مبروك. قال محاور الحاج بقنديل: اسمعوا، الرجل يقول إنه يشغل عنده مبروك بن محبوب القافصي. لم يكن يعلم الحاج بقنديل دلالة لهذا الاسم غير أنه اسم ذاك الخمسيني الذي يشتغل عنده في ضيعته. اقترب الآخرون أكثر ليسمعوا، وقد حكى لهم قصة الرجل وذكر شيئا من أوصافه. ولما فرغ قال أحدهم، وكان يبدو رجلا محترما لديهم: الرجل الذي تتحدث عنه فقدناه منذ ما يزيد على 9 سنوات، وهو ابن عائلة معروفة، لم يهاجر بسبب الفقر، فعائلته ميسورة الحال، ولكنه هرب من ثأر قديم. هناك من يسعى إلى قتله لأن والده محبوب القافصي قتل والد ذاك الذي يريد أن يأخذ بثأره منه. علم الحاج أيضا أن الرجل لم يتزوج، وأنه كان يعتني بوالدته إلى أن توفيت. في طريق العودة إلى رمل السوق، كان الحاج بقنديل يتوق إلى اللقاء بهذا الرجل الذي انتهى به المآل عاملا لديه في ضيعته. كان يريد أن يبلغه بكل ما سمعه عنه، وكان يريد أن يعامله باحترام أكبر، ولكنه لما عاد وما أن حط رحاله حتى أبلغ بأن مبروك توفي منذ أسبوع بعد حمى باغتته دون أن يعلم لها سبب. السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء في واتساب، فيسبوك، إنستغرام. هذا فضلا وليس أمرا. امرأة من جيل الحرب. حتى العام 87-900 كانت ماغدالينا دوسي تعيش وحيدة في المنزل الذي استقرت به مع زوجها في العام 47-900. على مدى تلك السنوات الأربعين تعاقبت على المنازل المجاورة لمنزلها في زنقة سان ميغيل أسر كثيرة. بعد وفاة زوجها ماكسيم في العام 76-900 عرض عليها ابنهما الوحيد ميغيل الانتقال للعيش معه في بلنسيا، حيث يعمل في مصنع للنجارة، غير أن المرأة رفضت وأصرت على البقاء في منزلها. ما كان يخفف عنها وحدتها بعد رحيل ماكسيم أنها كانت تقيم علاقات طيبة مع جيرانها، وكان أغلبهم ممن تقدم بهم العمر كانوا في مثل عمرها أو يزيدون. تحتفظ السيدة ماغدالينا بنمط حياة صار نادر الوجود. يحكي حفيدها بيدرو ابن ولدها ميغيل أنه حين كان يدخل منزل الجدة ماغدالينا يحس وكأنه دخل مخبأ كنز. في الواقع كثيرة كانت الكنوز التي يقع عليها وهو يستكشف المطبخ والمخابئ الكثيرة التي به. يقع على قدر به لحم خنزير مجفف، وآخر به سمك مجفف أيضا، وفي أواني أخرى يقع على زبيب وعلى أصناف شتى من تلك الأطعمة التي يحتفظ بها لأيام شدة. كذلك كانت تقول عنها الجدة ماغدالينا حين تسأل عن السر وراء وجود كل هذه الأشياء. لما كان طفلا كان غالبا ما يكتفي بالتهام ما قد تقع يده عليه ويستسيغ مذاقه، ولما كبر صارت أعمق وأكثر الأسئلة التي يطرحها على الجدة حين يزورها هناك في بيا مارتشالت، البلدة الهادئة التي لا تبعد كثيرا عن بلنسيا. ولعل المرأة التي تخطت 65 منذ فترة تجد في الرد على أسئلته تلك ما يجعلها تحس بأنها لم يستغنى عنها، وكان أجمل ما تشعر به. قالت له يوما وقد عاد يسألها عن تلك الأطعمة التي تدخرها في أماكن مختلفة من مطبخها إنه قد يعسر عليه فهم كل شيء. أوجزت وقالت: إن إدراك معنى ادخار أطعمة دون ما حاجة إلى ثلاجة تعمل بالطاقة الكهربائية يتطلب معرفة ولو قليلة بالظروف التي يعيش فيها الناس حين تندلع الحروب ويضيع الأمن ويفتقد كل شيء. وللمرة الأولى سيسمع عن ماضي عائلة أبيه ما لم يسمعه قط. قالت ماغدالينا إنها كما زوجها ماكسيم ينحدران من طليطلة توليدو،
تنفست عميقا وكأنها تستحضر الذكرى، بها مرارة وكثير من الألم. ثم أضافت أن والدها، وكان من رجال التجارة المرموقين كما والد زوجها، قتل في معارك الحرب الأهلية. كان والد ماكسيم موظفا في مصلحة البريد في توليدو. تبدو المرأة وكأنها ترى لتوها اللحظات الأخيرة في حياة والدها الذي تم تجنيده بالقوة. كانت وقتها في 16 أو 17، وكانت قصة الحب بينها وماكسيم قد بدأت منذ عامين، وقد تواعد على الزواج. توقفت قليلا، ابتلعت ريقها، ابتسمت، فبدا جانب من طقم أسنانها المرصوصة. كانت نظراتها من وراء زجاج نظارتيها تثبته حيثه. ثم إن لحديثها كما باقي الجدات في الدنيا حلاوة لا تضاهيها حلاوة. كذلك يظن بيدرو، كما هو ظن كل الأحفاد بجداتهم. قالت الجدة وهي تحدثه عن بداية حبها لجده ماكسيم: إنه حب غير الحب في زمنكم هذا. كانت المرة الأولى التي تحدثه فيه جدته عن حبها لزوجها الهالك. رفعت بصرها إلى صورته المعلقة في الجدار، صورة بالأبيض والأسود تبديه في كل أناقته، وجه ينبض شبابا منفرج الأسارير. يحتفظ بيدرو عنه بذكريات بعيدة صورها غير واضحة بالكامل، ولكن إنصاته لما تحكيه الجدة يبعث في تلك الذكريات حياة جديدة. قالت إنه كان يسكن في منزل في نفس الزنقة التي كانت تقطن بها عائلتها، عائلة مارتين. فاجأته بسؤاله إن كان يعرف شيئا عن عائلة مارتين. لم يهتدي إلى جواب، لم تدع له من الوقت ما يكفي ليستحضر ما يعرفه إن كان لديه علم بتلك العائلة. قالت وقد بدا على وجهها ما يشي بافتخار: إن عائلة مارتين تنتشر في كل أقطار أوروبا، بل وهناك في أمريكا. استدركت أن الاسم قد ينطق نطقا يختلف من بلد إلى آخر. انتبه بيدرو إلى أن الجدة حادت عن الموضوع الذي كانت بصدده. وماذا عن قصة حبك يا جدتي؟ استأنفت كلامها وكأنها لم تذكر له شيئا عن عائلة مارتين. كنا مراهقين، كنت أعرفه، وفي مساء من أيام الشتاء الباردة فاجأني المطر وأنا عائدة من زيارة بعض الأقارب في الجانب الآخر من توليدو. توقفت لأحتمي بشرفة أحد المنازل، ثم رأيت أحدهم يأتي نحوي. كان يرتدي معطفا واقيا من المطر وفي يده مطرية. لما صار بمحاذاتي تبينته، كان ماكسيم. لا أنكر أن وسامته كانت تجذبني نحوه منذ مدة، ولكنني لم أكن أستطيع البوح له بحبي. كان ذلك في زمننا مما يصنف في باب المحرمات. لما التقت نظراتنا ابتسم لي، وكانت المرة الأولى التي أراه فيها يبتسم عن قرب. خفضت بصري خجلا. ضحكت الجدة إذ رأت بيدرو يتابع حديثها باهتمام كبير. كان المطر غزيرا ولم يتوقف. عرض علي أن يرافقني حتى المنزل وأن يحميني بمطريته من البلل. وافقت بأن حركت رأسي. كانت الكلمات منحبسة في حلقي. مضت الجدة في قصتها إلى تلك اللحظة التي أحست فيها بماكسيم يضع يده على كتفها. في الظاهر قالت: لم يكن لديه من بديل حتى نستطيع الاستفادة معا من المطرية. لما اقترب من بيت عائلتها ودعها وقال إنه يأمل في أن تتجدد لقاءاتهما. لم يكن العاشقان يعيان بما يدور في أوائل ثلاثينيات القرن الماضي في إسبانيا. كانت الأجواء مشحونة ولم تلبث الحرب الأهلية أن اندلعت. الآن تبدلت تعابير وجه الجدة ماغدالينا، صارت حزينة. حاولت عبثا أن تمنع دموعها، بكت وهي تقول إن العام الأول من تلك الحرب جعلها تفقد والدها. تذكر يوم جاءوا يطلبونه للجندية، وتذكر قبلته التي وضعها على جبينها، ولن تنسى صورته وهو يعانق والدتها ويودعها. تذكر اللحظة التي انغلق فيها باب الدار وذاك الصمت الرهيب الذي كسى المكان. في العام الأول ذاك من الحرب الأهلية قتل والد ماكسيم، وقد حكى لها أنه جند بالقوة، وأن شكوكا كثيرة
تحوم حول الظروف التي قضى فيها. تحكي ماغدالينا أن الحرب لما هيمنت على كل شيء وعلى كل تفكير وعلى كل الأحلام أنتجت مجاعة. غابت المواد الغذائية عن الأسواق ولم يمض الفلاحون لزراعة الحقول. أخرجت منديلا من جيبها وأزاحت النظارات ومسحت عينيها. قالت له: كنا نخاف يا ولدي، نخاف من كل شيء، وأشد خوفنا من الجوع. إنكم لم تذوقوا الجوع وهذا جيد، ولذلك يختلف جيلي عن جيلكم. أنا مع أنني بلغت من العمر ما تراه لا آمن تماما عودة للحرب أو لظروف تشبه ظروف الحرب، ولذلك أحتفظ بكل تلك اللحوم المجففة والحبوب. أرجو الله أن يحفظكم من الحرب. ولكن أكثر ما آلم بيدرو في الحكاية التي حكتها جدته، تلك التي تعلقت بإجبارها ونساء كثيرات على الاشتغال في المعامل وفي الحقول وفي المستشفيات. كانت تلك من أصعب سن عمرها، فقد انقطعت عنها أخبار ماكسيم الذي تم تجنيده هو الآخر وتم نقله إلى الجبهات المشتعلة. كانت قد انقضت 6 سنوات على ذاك المساء الذي خرج فيه حبهما إلى الوجود، لما جاء ماكسيم في رخصة من الجندية يوم عاد جاء يطلب يدها. بعد سنوات الحرب تحكي الجدة ماغدالينا عن الفقر والبؤس، ثم تعود لتقول إن كل ذلك جعلها ككل الذين مروا بظروف مثل ظروفها تفضل طرق تخزين بدائية للأطعمة. تضحك وتضيف: تلك هي الوسيلة الوحيدة التي لا تهزمها الحروب. السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء في واتساب، فيسبوك، إنستغرام. هذا فضلا وليس أمرا. الفزاعة. لدى مولود مواغني المتقاعد من الجيش الوطني قناعة راسخة بأن من مسؤولياته أن يتدخل كلما رأى ما يمكن اعتباره إخلالا بالأمن أو تهديدا للممتلكات العامة. الخوف الذي كان يزرعه في النفوس حين يزمجر صوته في وجه من يضبط في حالة تلبس بسرقة أو بمحاولة سرقة لم يعد له مكان. قد يكون تعذر عليه التسليم بأن نشأ جديدا بلغ سن النضج، وأن المجتمع الجزائري قد تغير بشكل كبير ما بين الاستقلال في العام 62-900 و1000 والعام 8-2000. يصعب على الشيخ التسليم بذلك، وقد يكون ذاك ما يسبب له الكثير من الصدام مع سكان الحي. في زمن مضى منذ عقودنا الآن، كان حين يقف في باب سكنه القريب من مسجد بدر في المدية ويطلق العنان لصوته الجهوري، كان كثير ممن يحسبون أنفسهم أسياد الشارع يكتمون أنفاسهم ويتوارون خوفا منه. الجميع يعرفون أن مولود مواغني صار بعد تقاعده من الجيش مخبرا للشرطة. قد يكون هو نفسه من أشاع في الناس تلك المعلومة، ولأنه كان لا يتحدث إلا جيرانه إلا لماما فقد اكتملت لديهم الصورة. الكبار من مجايليه خاصة يعدونه من عيون الدولة في الحي. يذكر عبد المالك الذي يبلغ من العمر الآن 45 عاما المرة الأخيرة التي سمع فيها مولود يزمجر بصوته. كان الوقت ما بعد الظهر، وكان الزقاق خاليا من كل ذي نفس، وهو يمر بجوار منزل مولود مواغني فعل ما كان يفعله الأطفال الذين في مثل سنه: طرق الباب وركض، ثم لما ابتعد بمسافة حسبها كافية عاد يمشي مشيته العادية وكأنه لم يفعل شيئا. سريعا خرج مولود وسمعه يشتم بعبارات فيها من الفرنسية والعربية من تلك الكلمات التي تعبر عن الغضب. يحكي عبد المالك وهو يضحك أن آخر ما سمعه يقوله: إنني أعرفك وسترى. توقف الطفل ذو 12 سنة والتفت. كان مولود يفعل ما دأب على فعله، يدون شيئا ما في كناش صغير لا يفارقه. لاحقا أيقن عبد المالك أنه لم يكن يمضي بوعيده أبعد من التهديد، فقد مرت عدة أيام دون أن تتوصل عائلته باستدعاء إلى مركز الشرطة أو بشيء من ذاك القبيل. أشياء كثيرة تغيرت،
لم يعد أحد يعرف مولود مواغني الجندي الذي كان، الذين يذكرونه من بين سكان الحي الذين جاوروهم منذ عقود لا يحتفظون عنه إلا بصورة الرجل الذي كان بمقدوره أن يسبب المتاعب لكثيرين ممن كانوا يخالفونه الرأي. في زمن الوشايات الكاذبة ذاك، كثيرون هم الذين يظنون عن حق أو عن ظن ليس إلا أن ما نالهم من متاعب كان بسبب مولود، وكانوا يلقبونه بالفزاعة. لم يتزوج مولود وظل يعيش وحيدا. في تلك المرحلة البعيدة من سن عمره 70 كان يأتي إلى سكنه زوار يعدهم البعض أصدقاءه، ويقول آخرون إنهم من رجال المخابرات كانوا يأتون إليه ليتسلموا تقاريره عما يجري في الحي، ولعله كان يتخذ من زيارات أولئك الأشخاص الذين لا يعرفهم أحد من سكان الحي ما يثبت لدى العموم صورته كعين للسلطة. حتى ما قبل العام 88 900 وألف لم يكن أحد يجرؤ على مجادلته، ومن يفعل فإنه يعلم أنه سيواجه متاعب. الآن وهو يمر في الشارع لا يعيره أحد اهتماما، ولم يعد هو يجرؤ على الدخول إلى مقهى يعلم أن من بين رواده من اصطدم بهم في زمن مضى. يمشي مولود مواغني الذي تقوس ظهره متوكئا على عصا من خشب مبرنق له لمعان حين تنعكس عليه أشعة الشمس، يتقدم بخطى بطيئة قد يكون يعاني من سقم ما، ينتهي إلى كشك يبيع الصحف، يشتري منه واحدة أو اثنتين، يتصفحها وهو واقف قرب الكشك، ثم يطويها ويتأبطها، هو تقليد لديه. الذين يرصدون تحركاته تلك استوقفهم ليس دون إثارة استغرابهم أن الرجل ومنذ فترة الآن صار يمضي في جولته اليومية تلك حتى سور مقبرة مر شاكر، يمكث هناك لما لا يقل عن نصف ساعة ينظر إلى القبور الظاهر منها وتلك التي يدل عليها ما بقي ظاهرا من شواهدها، ثم يعود أدراجه. وقد ذهب بعض ممن أثارهم هذا الطقس الجديد من طقوس الحياة المتأخرة لمولود إلى أنه قد يكون يخفي سرا مما مضى من حياته. لم يكن يدخل المقبرة، يظل واقفا يطل من بعيد. وقد انتبه أحدهم قال إنه رآه هناك صدفة أكثر من مرة إلى أنه يركز على جهة محددة من المقبرة. قال الرجل لأصدقاء له التقاهم في المقهى إن الموضوع يثير الفضول. هم 8 أصدقاء من أبناء المدية يتفقون على أن مولود كان ولا يزال كائنا غامضا، وأن غموضه ازداد منذ أن لم يعد يزوره أحد، ومنذ أن لم يعد يكترث أحد ليس لما قد يقوم به وإنما لوجوده نفسه. لا يتردد الكثير منهم في القول إنه لا يساوي شيئا. من بين أولئك 8 كان مبروك أحمد الذي يعمل ممرضا من بين الذين آلمتهم لدغات مولود الفزاعة، فقد أمضى 4 أشهر في السجن وهو لم يتجاوز 16 بسبب تهمة لفقها له. ولذلك بدا الأكثر اهتماما بما قاله صديقه حول وقوف مولود مواغني العجوز عند حائط المقبرة ونظره الذي يطول أحيانا إلى جهة محددة منها. لا يخامر مبروك أدنى شك في أن وراء تردد مولود على المقبرة سرا ما، لن يقدر أحد أن ينزع من ذهنه أن الرجل يخفي في ذاكرته ولكن أيضا في الأماكن التي يتردد عليها أسرارا كثيرة. قال لأصدقائه وقد بدا وقد أقنعهم بأن حالات اختفاء كثيرة رصدت خلال تلك السنوات الخالية فضلا عن وفيات غامضة كثيرة. اتفق الأصدقاء 8 على رصد تحركات الفزاعة، يعدون ما سيقومون به من باب التسلية. في مرحلة أولى سيتناوبون على مراقبة مولود مواغني أثناء جولته شبه اليومية. لم يكن يهمهم شراؤه الجرائد من الكشك نفسه بقدر ما كان يثير فضولهم وقوفه في المكان نفسه من جدار المقبرة ونظره الذي يطول إلى جهة منها. مرة وكان الدور على عبد المالك في مراقبته قرر الدخول إلى المقبرة والتجول بين القبور التي افترض أن صاحبهم يولي وجهه إليها. أمضى وقتا غير قليل وهو يقرأ الأسماء التي كتبت على شواهد قبور عديدة.
كان منها أسماء أشخاص عرفهم وآخرين يحملون أسماء عائلات معروفة في المدية. وعاد من جولته تلك دون أن يظفر بشيء. مساء ذلك اليوم قال لأصحابه إنهم لن يتوصلوا إلى أي شيء ولو ظلوا يراقبونه مدة طويلة. كان الرأي أن يبحثوا عن شخص تعامل مع مولود لما كان في أوج قوته. لم يبق منهم إلا قلة، بل إن عددا ممن تعاملوا معه في تلك الفترة فضلوا التنكر لعلاقتهم السابقة معه. وكان ذلك مما خلق حول مولود موغني طوق العزلة المضروب من حوله. ولكن رجلا كان يعمل تاجرا قرر الحديث عن ماضي مولود. تخلى العم عباس عن التجارة منذ عدة أعوام وباع دكانه، يعتبره كثيرون مستودع أسرار أناس عديدين. لم يكن عبد المالك ولا مبروك ولا أصدقاؤهم غرباء على العم عباس الذي تعامل معهم ومن قبلهم مع آبائهم. ولم يستغرب الرجل أن يسأل على ماضي مولود، إذ كان يعلم أنه كان يثير الخوف والريبة في نفوس كثيرة من الحي. لم يكن يهم الثمانية الذين استضافوا العم عباس في المقهى الذي يرتادونه أن يحدثهم عن علاقته التي كان يزعمها بالمصالح الأمنية. ما كان يهمهم أن يعرفوا بعضا من خبايا حياته الشخصية. وكذلك علموا أن الرجل وقع في حب امرأة من الحي كانت متزوجة من رجل يعمل سائق شاحنة. كان عمله ذاك يفرض عليه الغياب عن منزله لأيام، ولعل ذلك ما جعل مولود يحاول استمالتها. ولما استعصى عليه ذلك لفق لزوجها تهمة زجت به في السجن سنوات عدة. ثم اختفت المرأة ولم يجد نفعا الإبلاغ عن اختفائها، ونسجت حكايات كثيرة حولها. ما علمه الثمانية من العم عباس أن اسمها يمينة. لم يضف إليه أي شيء إلا أن قال إنه يظن أنها ماتت أو جنت وهامت على وجهها. قال لهم إنها كانت امرأة ذات حسن لا تخطئه عين مبصرة. ظن مبروك أن تردد مولود موغني على المقبرة قد يكون دافعه علاقته المشبوهة تلك مع يمينة، وقد اتفقوا على محاولة البحث عن قبر يحمل هذا الاسم. ذهبوا جميعهم صباح جمعة حتى لا يثيروا الانتباه. يومها أيضا رأوه في المكان نفسه ينظر إلى الوجهة نفسها. لم تفض جولتهم في المقبرة إلى أي قبر يحمل اسم يمينة، ولكن قبرا لا يحمل اسما لفت انتباههم. على شاهده قطعة من رخام به رسم أزهار صفراء وحمراء. تذكر عبد المالك أن مثل ذلك الرخام يوجد على باب مولود. تطوع أحدهم لسؤال المسؤول عن المقبرة عما إذا كان في السجلات اسم نزيل أو نزيلة ذلك القبر، وقد لمسوا منه ترددا، بل إنهم لاحظوا أن لونه امتقع. كان في ذلك ما أجج أكثر شكوكهم، وقد اتفقوا على رفع دعوى قضائية ضد مولود موغني. في الغد جاء إلى المقهى من أخبرهم بأن مولود الفزاعة وجد مقتولا قرب حائط المقبرة. شخص ما طعنه بمدية ظلت مغروسة في ظهره. لن يعلم عبد المالك ولا مبروك ولا أصدقاؤهم شيئا عن حقيقة قصة يمينة. مهمشون، السلام عليكم. لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء في واتساب، فيسبوك، إنستغرام. هذا فضلا وليس أمرا. زواج في أرذل العمر. لم يكن شعيب وجها غريبا عن دوار دباغ. فيه ولد وفيه أمضى كل سن عمره التي تجاوزت الستين. أمضى كل تلك السنوات في البيت الذي رأى فيه النور كما إخوته الثلاثة. كان أصغرهم وإليه آل البيت بعد أن توفي والداهم وبعد أن توفي شقيقاه بوغالب والفاطمي قبل ما يزيد على 10 أعوام. كذلك صار شعيب يسكن وحيدا في ذلك البيت المتكون من طابق أرضي به 4 غرف ومطبخ وفناء واسع. لم يتزوج أي من الإخوة الثلاثة لأسباب لم يعلم حقيقتها أحد، ونسجت حول ذلك حكايات كثيرة. لم تكن تلك العائلة في يوم من الأيام مصدر مشاكل لأي كان. كل أعضائها عاشوا مسالمين إلى أن وافاهم الأجل المحتوم ورحلوا في صمت
وسريعا طواهم النسيان. لم يكن شعيب الذي يبدو منحني الظهر كثير الحديث إلى الجيران، وإنما هي التحية يلقي بها بصوت لا يكاد يسمع، ثم يواصل سيره إلى باب منزله أو إلى وجهته. في الواقع لم تكن للرجل وجهات كثيرة، كان كل يوم بعد أن يتناول فطوره يقفل باب المنزل ويمضي إلى السويقة، حيث يلازم بائع منتوجات جلدية يساعده ويقوم مقامه إن غاب. كان يحصل منه لقاء تلك الخدمات على أجرة لا يعلم أحد قيمتها، وكانت في الظاهر على الأقل مصدر عيشه. ليس في حياة الرجل إذن ما يستوقف الاهتمام، ولكنه صار محط اهتمام خاص من أطراف رأت في البيت الذي آل إليه بعد أن توفي شقيقاه غنيمة يسيل لها لعابهم. وكذلك ظهر فجأة رجل يدعي أنه ابن عم شعيب، وأن والده تهامي العياط كان الشقيق الأصغر لأحمد العياط والد شعيب. كان الرجل ربما لإثبات معرفته بشؤون تلك العائلة يضيف في كل مرة والد شعيب وأبو غالب والفطمي. وقد كاد أمر هذا الذي ظهر فجأة في دروب دوار دباغ يمر دون أن يثير اهتماما يذكر، لولا أن شعيب تبرأ منها وقال له مرة على مرأى ومسمع من أناس كانوا يغادرون المسجد القريب بعد صلاة العشاء إنه لا يعرفه. أغلق شعيب الباب في وجهه. ظل الرجل الذي يدعي قرابة معه واقفا وهو يتكلف إبداء تعجبه مما قام به ذاك الذي يزعم أنه ابن عمه. وكان وقوفه عند باب شعيب بعد أن تبرأ منها مثيرا للفضول. سأله أحد تلك المجموعة التي كانت تمر من هناك عن سبب خلافه مع شعيب، ولعل الرجل الذي يقول إنه علال ابن تهامي العياط ما كان ينتظر إلا أن يسأل عن ذلك، وكانت تلك فرصته ليعرض على مسامعهم قصته مع ابن عمه الذي لا يعرفه. لا أحد من تلك المجموعة يقدر على تكذيبه، قليلون هم الذين يعرفون خبايا عائلة العياط. قال الرجل إنه جاء من قلعة سرغنة، وإنه علم بوجود أقاربه في الرباط من والده الذي توفي قبل عام ونصف. من خلف الباب كان شعيب يستمع إلى كل ما كان يقوله، ثم اقترب ذاك الغريب عن الحي من الباب وطرقه، ولكن شعيب لم يرد وظل مكانه واقفا. ثم تفرقت الجماعة التي استوقفها أمر الغريب، ولم يجد بدا من الانصراف هو الآخر. كان يمشي بجانبه رجلان من كبار السن كان في من سمعوا حكايته لا يفتأ يحوقل. بعد يومين استوقف أحدهم شعيب بينما كان عائدا من السويقة، كان من الجيران القدامى. سأله عن قصته مع ذلك الغريب الذي قال إنه جاء من قلعة سرغنة وإنه ابن عمه. أنكر شعيب وقد تسارعت أنفاسه كل معرفة له بذلك الرجل، كما أنكر أن يكون له علم بشقيق لوالده يعيش في قلعة سرغنة. لم يمض الحديث أبعد من ذلك. في النهاية ما الفائدة بالنسبة لعموم الجيران أن يثبت أو لا يثبت صدق ما يدعيه الرجل؟ وحتى إن ثبت ما يزعمه فإن عائلات كثيرة انقطعت صلات بعضها ببعض بسبب بعد المسافات أو بسبب خلافات قديمة، وإذا فإن حالة عائلة العياط إن ثبتت لم تكن استثناء. في أحسن الأحوال ستؤثث القصة لفترة مجالس بعض السمار، وسيلوك تفاصيلها الفضوليون والذين يبحثون عن كل ما هو مثير للاستغراب أو العجب. شهد الرجل مرتين أو ثلاثا بعد تلك الواقعة، وكان في آخرها مع رجلين آخرين. كان شعيب محافظا على وتيرة حياته اليومية، ولم يغير السبيل التي يسلكها وهو ذاهب إلى السويقة أو في طريق العودة إلى المنزل، بل إنه يرتدي الملابس ذاتها، يحرص على أن تبقى نظيفة قدر المستطاع. منذ سنين يرتدي أيام الجمعة الجلباب نفسه، وكان جلبابا أبيض من صوف. المرة الأخيرة التي جاء فيها ذاك الغريب الذي يقول إنه علال ابن عم شعيب إلى باب هذا الأخير تعود إلى 6 أشهر. نحن الآن في أواخر صيف العام 1988. طرق الرجل الباب عدة مرات كما فعل في المرات السابقة، ولما لم يأته رد جلس في عتبة الباب ينتظره.
حسب أنه خرج لأمور تهمه. الذين مروا من هناك لاحظوا وجوده. لما اقترب وقت المغرب اختفى، لعله لا يعلم تحديدا الأوقات التي يعود فيها شعيب إلى سكنه ذاك، بل إنه قد لا يكون يعلم أنه يعمل مساعدا لبائع منتوجات جلدية في السويقة. بعد المغرب صادف أحد الجيران شعيب في طريق عودته. كان في يده كيس من البلاستيك به حليب وخبز وأشياء أخرى لم تكن ظاهرة، وفاجأه بأن الرجل الذي يدعي أنه ابن عمه ظل ينتظره لوقت غير قصير وهو مقتعد عتبة الدار. أخذ شعيب نفسا عميقا وقال: إنه يريد أن يستحوذ زورا على هذا المنزل. أنا موقن أنه لا يقرب إلي لأنني لا أعلم لأبي شقيقا اسمه تهامي. وبنبرة تنم عن ألم عميق أضاف في تلك المرة النادرة التي يطيل فيها الحديث إلى أحد الجيران أنه واع بأن ذاك الرجل نصاب يريد الاستحواذ على المنزل، لأنه تقصى أخباري لدى أحدهم فعلم أن لا وريث لي. كاد الستيني يجهش بالبكاء، لم يضف شيئا، ودع جاره ذاك ودخل إلى منزله. في تلك الليلة فكر مليا في هذا الأمر الذي لم يكن يريد أن يعيره أكثر مما يستحقه من اهتمام. كان الحاج العياشي تاجر المنتوجات الجلدية الذي يعمل معه الشخص الوحيد الذي يفضي إليه شعيب بأسراره. كان يختار بعناية الوقت الذي يفصح فيه عما يخالجه، عن معاناته خاصة. وكذلك أسر له بقصة ذلك الغريب الذي جاء يزعم قرابة معه. لم يختلف الرجلان حول الهدف الذي يحرك ذاك الغريب عن حي دوارد باغ. كان البيت هو هدفه، وقد حذر الحاج العياش شعيب من أن الرجل قد يعمد إلى تصفيته ليستولي على المنزل. على مدى عدة أيام ناقش الرجلان ذاك الموضوع، وكان في جملة الحلول التي طرحها الحاج العياشي أن يتزوج شعيب امرأة قد تنجب له من يرثه. يومها ضحك شعيب كما لم يضحك من قبل، وتحول النقاش إلى مزاح بين الرجلين. مساء ذلك اليوم هيمن الموضوع على تفكير شعيب. في النهاية يتساءل لما لا يتزوج، إنه موقن أن هناك من تقبل به. ليلتها نام وهو يفكر في الموضوع وقد حلق به خياله بعيدا. في الغد جاء إلى الحاج العياشي وقد بدت أساريره منشرحة كما لم تنشرح من قبل. قال له إنه يوافق على حل الزواج. كان ما يقوله مفاجئا. لم يتمالك الحاج العياشي نفسه فانفجر ضاحكا وانتبه سعال حاد، ثم بعد أن ناوله كوب ماء حاول أن يستعيد جديته المعهودة فيه. قال له: إذا كان الأمر كذلك فإنني سأشرع منذ الآن في البحث لك عن عروس. كان العياشي ينظر إليه، ولما سمع رده دفع طاقيته الصوفية إلى جبينه وهرش بلطف ولكن مرات متكررة مؤخرة رأسه وهو يهم بابتسامة. ثم سأله الحاج العياشي، ولعله لم يكن يتوقع أن يسأله ذاك السؤال: هل لديك ما تدفع به صداق العروس؟ قد يكون الحاج أراد إلى تعجيزه، ولكنه فوجئ به يرد ردا لم يتوقعه: سأجعل المنزل الذي أسكنه صداقا لها. عم الدكان صمت لعدة دقائق، بعدها لم يخض الرجلان في موضوع زواج شعيب. انقضى اليوم وعاد شعيب إلى دوارد باغ يحمل حلمه الجديد. في تلك الليلة أمضى وقتا غير قليل في تنظيم ما لديه من أثاث، ثم آوى إلى فراشه. بعد أسبوعين جاء الحاج العياشي بخبر العثور على امرأة تقبل بالزواج منه. كانت في منتصف العقد الرابع، أرملة. استعجل شعيب إتمام الزواج وقد أمهرها المنزل، زفت إليه. وبعد أسبوعين توفي شعيب. جاء الغريب إلى المنزل يزعم حقا في الميراث، ولكنه بهت إذ أبلغته المرأة بأن الراحل أمهرها المنزل. السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء في واتساب، فيسبوك، إنستغرام. هذا فضلا وليس أمرا. رحلة أخيرة. في العام 85 900 و1000
ودع عبد الله بقشور ولده الأكبر عبد الإله في محطة القطار بفاس. لم يكن يخامره أدنى شك في أن ولده البالغ من العمر 22 عاما مسافر مع رفقة آمنة. كانوا 6 شبان من حي المبروك، وكانت وجهتهم ليبيا. كان الرجل الذي يعمل سائق شاحنة لدى إحدى شركات النقل قد أعطى ابنه عبد الإله قدرا من المال ادخره لمواجهة كل طارئ. كان مبلغا يكفي لتغطية تكاليف الرحلة حتى ليبيا. وكان عبد الإله قد اشتغل في بعض مطاعم فاس لبضع سنين منذ أن انقطع عن الدراسة وهو في 14، وقد تمكن من تعلم فنون من الطبخ، وعول على البحث عن عمل في فندق أو في مطعم في ليبيا. فقد علم كما علم رفاقه من أبناء الحي أن هذا القطاع يطلب اليد العاملة ذات التجربة والخبرة في ميادين منها الفندقة والمطاعم. وكان والده مطمئنا إلى أنه سيوفق فيما هو ساع إليه، وأن ما أنفقه عليه ليقوم برحلته تلك لن يضيع. انطلق القطار بينما غادر الأب المحطة وقد ابتلت عيناه بدمع ظل يقاومه حين كان عبد الإله يقف بجواره. على مدى 2 أسبوع لم يأتي عائلة بقشور خبر عن ولدها عبد الإله، وكان ما يطمئنها أن عائلات الشبان الآخرين الذين سافروا معه لم تتوصل بخبر عن أبنائها. كان الجميع في انتظار رسالة يأتي بها ساعي البريد، وقد حدث بعد 3 أسابيع. كتب عبد الإله عن سفره بالقطار من فاس إلى وجدة ومنها عبر الجزائر وصولا إلى ليبيا. كان الأكثر إثارة في تلك الرسالة وصفه للصدمة التي انتابته هو وأصدقاؤه لما وصلوا المنفذ الحدودي الليبي. كان الانتظار وعمليات التفتيش، وكان أكثر ما يسأل عنه الوافدون العملة الصعبة التي معهم مع تركيز خاص على الدولار الأمريكي. ثم ينتقل الشاب في رسالته التي قرأت أكثر من مرة في البيت إلى الحديث عن وصولهم إلى طرابلس. استوقفته الشعارات التي تملأ الجدران واللافتات وكل مكان، وصور العقيد القذافي مختلفة الأحجام. لم يكن يعي شيئا من دلالات تلك الشعارات، ولكن كثرتها لفتت انتباهه. كان مع أحد 6 الذين سافروا من فاس عنوان قريب لهم يقيم في طرابلس، وقد عولوا على أن يجدوه مهما كلفهم ذلك. واكتشفوا أنه يتقاسم غرفة في حوش بأطراف طرابلس مع 2، أحدهما سوداني والآخر مغربي من طنجة. رحب بهم 3 وقاموا نحوهم بواجب الضيافة في حدود ما كان متاحا لهم. في الرسالة التي تلت ووصلت إلى عائلته بعد أن كان قد انقضى 2 شهر على سفره ذاك، كان أكثر ما لفت الانتباه حديثه عن المعجنات باعتبارها الأطعمة الأكثر استهلاكا. ثم توالت الرسائل وإن بفترات متباعدة، وعلم عبد الله بقشور أن ولده عبد الإله صار يعمل في مقاولة للصباغة. قال في واحدة من رسائله تلك إن صاحب المقاولة كان ينقل عماله على متن سيارة نفعية متهالكة يدخلهم المباني التي أوكل إليه صباغتها ويغلق الأبواب ويمضي. كانوا يقضون اليوم هناك، كثيرا ما أمضوا يومهم جائعين وعطشا. كان الشاب يخفف عن نفسه بالقول إنه يطمح إلى الحصول على عمل في أحد المطاعم أو الفنادق. بعد 3 أشهر انتقل عبد الإله بقشور إلى العمل في مطعم في وسط طرابلس، وتمكن من الحصول على سكن تقاسمه مع 2 من رفقة سفره من فاس كانا يعملان في مقاولة للبناء. بعد ذلك لم تتوصل عائلة بقشور بأي رسالة أخرى من ابنها. وبعد 4 أشهر علمت من خلال رسائل بعث بها أصدقاؤه إلى عائلاتهم أنه اعتقل. لم يكن في تلك الرسائل ذكر لسبب اعتقاله. وقد حسب عبد الله بقشور والده أن الأمر قد يكون ذا صلة بأوراق الإقامة، ولو أنه موقن أن عبد الله أبلغه في إحدى رسائله أنه تمكن من تسوية وضعيته بعد أن تعاقد مع ذلك المطعم في قلب طرابلس. وكانت في رسائله الماضية
إشارات وتلميح إلى ما كان يقوم به رجال تلك التي يسمونها اللجان الشعبية من تجاوزات وبشكل خاص في حق المهاجرين. انتظر عبد الله لبعض الوقت آملا أن تأتيه رسالة من ولده، كان يقول إنه وإن كان رهن الاعتقال يحق له أن يبعث برسائل إلى عائلته، ولكن انتظاره ذاك طال وسار القلق في أحشاء كل أفراد العائلة. ثم ذات صباح جاء يطرق بابه شقيق أحد الشبان الذين سافروا مع ولده، لم يكن في محياه ما يبشر بخير، أبلغه بأن عبد الإله مات. لم يصدق الرجل ما سمعه، ولأن وقع الصدمة كان كبيرا فقد فضل أن لا يدخل إلى البيت خشية أن تكتشف زوجته من ملامحه الألم الذي يعتصره. الذي جاءه بالخبر لم يكن يعلم أكثر من ذلك، ناوله رقما هاتفيا وقال له إنه الرقم الذي بإمكانه أن يحصل من خلاله على مزيد من المعلومات. مضى الرجل إلى مصلحة البريد وطلب الرقم المدون على تلك الورقة التي جاء بها ذلك الشاب. كان عليه أن ينتظر، ثم نودي على الذي طلب رقما بطرابلس. نهض عبد الله من مكانه، أشار الرجل إلى مخدع يحمل الرقم 4، ما أن رفع السماعة حتى جاءه صوت متقطع فهم منه أنه من شرطة طرابلس. كان الصوت يتحدث بسرعة وبلهجة ليبية استعصى عليه فهمها. قال له إنه والد عبد الإله بقشور. جاءه الصوت يطلب الاسم الثلاثي، ولما أبطأ عبد الله في الرد طلب منه أن يذكر له اسم الشخص واسم أبيه ثم الاسم العائلي. آنذاك استدرك عبد الله أنه والد عبد الإله عبد الله بقشور من المغرب. كان عليه أن ينتظر أكثر، ثم عاد الصوت المتقطع يقول إن هذا الشخص مات قبل 3 أسابيع وإن جثمانه سيرحل إلى المغرب. أراد عبد الله أن يسأل عن الظروف التي توفي فيها ولده، ولكنه لم يتلقى ردا وانقطع الخط. خرج ومر عند موظف البريد وسدد ثمن المكالمة. لا يرغب الرجل في تصديق ذلك الصوت المتقطع الآتي من طرابلس، لا يريد أن يصدق أن ولده عبد الإله مات في عز شبابه. مشى في الشارع على غير هدى، لا يدري كيف ينقل الخبر إلى أم عبد الإله وإخوة عبد الإله. كان أصغرهم يونس ذو 10 سنوات ينتظر عودته ليشتري له دراجة جديدة. وهو عائد إلى البيت قرر السفر إلى ليبيا بحثا عن الحقيقة. ملامح وجهه تشي بشدة ما يعتمل بداخله من حزن وغضب، وحين ألحت عليه زوجته أم عبد الإله أخبرها بأن أخبارا سيئة جاءته من ليبيا، ثم أبلغها بوفاة عبد الإله. لن تنسى عائلة بقشور تلك الفاجعة التي ظلت تخيم عليها بظلالها الحزينة سنين طويلة. سافر عبد الله إلى ليبيا يطلب المساعدة من رفاق عبد الإله، وقد علم منهم أولا أن ولده مات في مخفر الشرطة. منهم علم أيضا أن اعتقاله كان بأمر من عضو في اللجنة الشعبية المحلية بسبب خلاف بسيط. طبيعي أن يقصد الرجل مخفر الشرطة ذاك، حيث كانت الرواية مختلفة. الذي استقبله شرطي في منتصف العمر، قال له بعد أن أخرج من خزانة حديدية تحتل زاوية في ذلك المكتب إن عبد الإله انتحر أثناء وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي. لم يذكر له شيئا عن أسباب اعتقاله وتجاهل مطالبته بمعرفة الحقيقة، اكتفى بالقول إن الجثة سترسل إلى المغرب قريبا. في تلك الليلة الأولى التي أمضاها مع أصدقاء ولده في ذلك الحوش المتواري عن وسط طرابلس، قرر أن يقصد مكتب محام يوكله لتمثيله في المتابعات التي ينوي القيام بها. قام باتصالات أخرى ثم عاد إلى المغرب. بعد نحو 3 أشهر أخطر بأن جثمان ولده وصل الدار البيضاء. كان في تابوت مغلق وممنوع فتحه. لم تر أمه ولا إخوته سوى التابوت قبل أن ينقل إلى المقبرة حيث ووري الثرى. ظل الرجل يراسل محاميه في طرابلس، ولكنه لم يأته بأي خبر يقين.
وذات مرة طلب من أحد أصدقاء عبد الإله أن يطلب من ذلك المحامي ملف قضيته. لم يتردد المحامي في الاستجابة. في العام 93 900 و1000 توفي عبد الله بقشور، ولم يعلم حقيقة الذي جرى لابنه في مخفر شرطة طرابلس. في الملف الذي توصل به من المحامي نسخ من وثائق تشبه تقرير الطب الشرعي، بها توصيف للكدمات التي كانت في جثة الهالك. تقول أم عبد الإله حين تأتي على ذكر مأساتها: مات عبد الإله في غربته ولم يكترث أحد لمقتله. السلام عليكم، لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس، واترك تعليقا ومشاركة الفيديو مع الأهل والأصدقاء في واتساب، فيسبوك، إنستغرام. هذا فضلا وليس أمرا. بائع التذكارات. في شعب يتفرع عن طريق الحسن الأول في شفشاون، في منزل قديم يبدو من الخارج مهجورا، تسكن امرأة بدأت منذ فترة العقد السابع من عمرها. قبل 25 عاما كانت تعيش في ذلك المنزل القديم مع ابن وحيد لها اسمه أحمد. الذين عرفوه يذكرون شابا ذا ملامح أندلسية متوسط القامة. كانت أمه الزهرة لا تفتأ تقول إنه يشبه والده المختار الذي كان يعمل بناء، والذي مات قبل نحو 40 عاما في حادثة انهيار سقف أحد المنازل كان يشارك في ترميمه. يومها كان أحمد في 6 من عمره. كبر الطفل وصار يافعا لم يوفق في إكمال مساره الدراسي، وتقلب في حرف عدة من حرف الصناعة التقليدية، وقد مكنه ذلك من الاحتكاك بأجانب من جنسيات مختلفة يأتون إلى شفشاون، منهم من يتخذها وجهة سنوية لا يحيد عنها. وصار يحاول أن يتواصل مع هؤلاء السياح، يعرض عليهم مما تصنعه يداه مما يذكر من يشتريه بشفشاون. لم يكن الوحيد يفعل ذلك، بل كانوا كثرا الشبان مثله الذين يكسبون قوت يومهم من ذاك النشاط. ولم يكن ليخطر ببال أحمد ابن المعلم المختار البناي أن تغرم به إحدى تلك السائحات اللواتي كان يخالهن قادمات من كوكب آخر بعيد. كانت المرأة الثلاثينية تتردد على شفشاون مرتين أو 3 كل عام، وصارت لديه وجها مألوفا، ولعله لم ينتبه في المرات الأولى إلى ميلها إليه. كانت تشتري منه مما كان يعرضه من بضاعة، وقد لفت انتباهه أنها اشترت منه أشياء سبق لها أن ابتاعتها منه. كانت رايموندا إسبانية من الأندلس من إشبيلية. ملامحها تشبه أناسا كثيرين يعرفهم في شفشاون. السنوات القليلة التي تعاطى فيها تجارة تلك التذكارات المصنوعة من الخشب ومن الجبس ومن الجلد أيضا، مكنته من تعلم ما يكفيه للتواصل بلغة إسبانية تقريبية. ثم إنه لم يتردد في شراء ذاك الكتاب العجيب الذي يعرض على من يشترونه تعلم لغات أجنبية عدة في 5 أيام دون ما حاجة إلى معلم. كان الشاب يفرد حيزا غير يسير من مساءاته يقرأ في ذلك الكتاب، حيث الكلمات الإسبانية مكتوبة بحروف عربية. طلبت منه ذات مساء أن يرافقها إلى مقهى في ساحة الطحمام الشهيرة، وهما يسلكان الأزقة إلى وجهتهما تلك أحس ببعض الخجل، وهيئ إليه أن كل الوجوه التي صادفها في طريقه نظرت إليه باستغراب، وكل النساء اللواتي كن تطلن من النوافذ ومن الأبواب شبه المفتوحة ستخبرن والدته بما رأيناه. كانت رايموندا تبدو منشرحة، ربما أكثر انشراحا من كل تلك المرات التي صادفها في طريقه. في ساحة الطحمام كل أصحاب المقاهي والمطاعم وكل النوادل يعرفون أحمد. كثيرا ما كان يقف في أبواب محلاتهم يتحين لحظة خروج فوج من السياح ليعرض ما معه من تذكارات. أحيانا يزجره أحدهم فيتظاهر بالتراجع، ولكنه لا يمضي بعيدا ثم يعود.
حين تغادر المجموعة من السياح لم يكن يتراجع أمام أي زجر، يتقدم ويعرض ما لديه بكثير من الإلحاح. ذاك المساء كان في وضع مختلف، سيكون على الذين نهروه ذات مرة أن يخدموه كما يخدمون الزبناء. في باب أحد المقاهي هم أحدهم باستيقافه، ولكن المرأة الشابة بادرت بإشارة مؤداها أنه يرافقها. انكفأ النادل وظل لدقائق ينظر إليه بغير قليل من الغيظ والحنق. استوى أحمد على كرسي بجوار تلك الأندلسية الجميلة، بادرته بأنها سعيدة بأن تقاسمه جلسة الشاي تلك. ثم جاء النادل، قالت له إنها تريد شايا بالنعناع. ابتسم أحمد وهو ينظر في وجه النادل، كان يعرفه، اسمه الخليل. قال له إنه هو أيضا يريد شايا بالنعناع. لم يعقب النادل وانصرف، وسمع وهو ينقل ما طلب منه بصوت مرتفع. تحدثت ريموندا عن الجو، كان الفصل ربيعا والإخضرار يملأ كل أفق، وعلى قمم الجبال المحيطة بالمدينة بقايا ثلوج تتعمم بها. ثم أمسكت بيده، وضعت كفه بين كفيها، هم باستلالها لكنه لم يقوى على ذلك. كانت تنظر في عينيه، احمرت وجنتاه وظهرت على جبينه قطرات عرق كالندى. قالت له إنها كانت تحلم منذ زمن بمثل هذا اللقاء. كان في 23 ولم يكن عسيرا عليه أن يلتقط إشاراتها. تبدو المرأة وقد وقعت في حبه، كان معجبا بها، ولكنها بالنسبة إليه امرأة عابرة من شفشاون لن تلبث أن تغادر المدينة. في ذاك المساء في ذاك المقهى المطل على ساحة الطحمام، قالت له إنها تحبه، وقد سألته إن كان يرغب في الذهاب معها إلى إشبيلية هناك في إسبانيا. كان ما تعرضه عليه أكبر من خياله، لم يكن قد فكر من قبل في الهجرة، وها هي تعرض عليه حبها والرحيل معها إلى مدينتها. ابتسم، ولعلها عدت ابتسامته تلك ترحيبا بما تعرضه. كان النادل الخليل يقبل وهو يحمل في يده كأسي شاي بالنعناع. في سياق حديثهما الخافت، إذ كان يحرص على ألا يسمع النادل ما يدور بينهما، قال لها إنه سيفكر في الأمر وسيبلغها رده في اليوم التالي. لم يكن قوله ذاك ليخفي حقيقة أنه حسم أمره وقرر الرحيل معها. تجول في ساحة الطحمام، وعجب كثيرون من معارفه كيف استطاع أن يختص نفسه بتلك المرأة الشابة. ذهب إلى راسلما، ولم تكن ريموندا تكتشف المكان للمرة الأولى، ولكنه كان من الأماكن العزيزة عليها. في ساعة متأخرة من المساء رافقها إلى النزل الذي تقيم فيه، ثم مضى إلى منزله. وجد أمه الزهرة في انتظاره وقد ظنها نامت، وفاجأته بأنها علمت بمرافقته تلك الأجنبية. قالت له إن أخباره تصلها تباعا. لم يرد، فضل الصمت. وبعد يومين أبلغها بأن تلك الإسبانية ترغب في أن تصحبه معها إلى إسبانيا. يعلم أنها لن توافق على ما يقول، ولكنه حرص على تغليف قبوله برغبة منه في العمل والحصول على ما يوفر له دخلا أفضل مما يحصل عليه من بيع التذكارات. وافقت المرأة مكرها، كانت تراه في الأيام التي تلت وهو يعد ملف جواز السفر. يوم حصل عليه لم تفرح كما فرحه، تلقت الخبر بحزن. سريعة مرت الأسابيع، ثم حان موعد السفر. ودعته وقد وعدها بالعودة بعد بضعة أشهر، ما أن يحصل على وثائق الإقامة. ولكنه لم يعد بعد أن انقضى عام كامل، ولم يأتها خبره منذ أن ودعته في ذلك اليوم الخريفي. 25 سنة مرت الآن على رحيله ذاك. لا تحب أن تحصي السنين، وتتمسك بالأمل في رؤيته ذات يوم قبل أن ترحل إلى دار البقاء. حين تخلو إلى نفسها تحصي سن عمر ابنها الغائب ذاك، تعلم أن شكله سيكون تبدل، تتصور الشيب يزحف على شعره وربما هو صلع، ثم تحاول أن تشغل بالها بأمور أخرى. ضع
الضحى ذات يوم من أكتوبر من العام 96 تسعمائة وألف طرق باب منزلها القديم المتهالك. قامت من مكانها وجاءت تنظر من الطارق. كان ساعي البريد. لم تعتد التوصل برسائل. هياها الرجل وقال لها إنها رسالة جاءت من إسبانيا. لم ينتظر أن تشكره، وقد يكون لمح في نظراتها المتعبة عجبها من ذلك. بعد أن مضى تذكرت أنه كان عليها أن تسأله عن الذي بعث بالرسالة. سيكون عليها الآن أن تتكلف مشقة الصعود إلى محل البقالة الذي يوجد على بعد زنقتين صعودا. أخبرها البقال بأن الرسالة من ابنها أحمد، كانت رسالته الأولى. طلبت من الرجل أن يعجل بقراءة ما فيها. فتح الظرف وأخرج ورقتين كتبتا من الجهتين. في تلك اللحظة لم يكن لديه زبائن، ولذلك لم يرى بأسا في أن يقرأ الرسالة وبصوت مرتفع علها تفهم. كانت تتمازج في أسلوبها العبارات العربية الفصحى وعبارات الدارجة. فهمت أنه كان يود إرسال رسالة منذ أن وصل إلى إشبيلية. لم يذكر شيئا عن المدينة، فقط لمح إلى أنه لم يكن سعيدا، وأنه أمضى عدة سنوات كالسجين في ضيعة بأطراف إشبيلية. قال إن التي كانت تبدو له ملاكا أجبرته على العمل ضمن شبكة لترويج المخدرات. قال إنه أمسك وسجن لعدة أشهر، ثم بعد ذلك بشهور أمسك من جديد. لم يستطع أن يبلغ الشرطة بأنه كان رهينة في يد عصابة تعمل في تهريب وترويج المخدرات. تفاصيل كثيرة تضمنتها تلك الرسالة التي توصلت بها الزهرة بعد انتظار دام ربع قرن. كانت تبكي كما لم تبكي يوم فقدت زوجها، وكما لم تبكي يوم ودعت وحيدها. في السطور الأخيرة من تلك الرسالة يقول أحمد إنه استطاع أخيرا الحصول على أوراق الإقامة، وإنه يحاول أن يتدارك كل ما ضاع منه على مدى كل تلك الأعوام. قال إنه عاد إلى حرفته القديمة وصار يبيع التذكارات للسياح في محيط المواقع السياحية بعد أن قبض على ريموندا وأفراد عصابتها. قال لها وهو يأمل أن تكون رسالتها وجدتها على قيد الحياة إنه سيأتي قريبا. بعد تلك الرسالة انتظرت الزهرة 5 أشهر يوم طرق بابها مساء. حين فتحت وجدت أمامها رجلا ملتحيا غزا الصلع أم رأسه. نظرت إليه بإمعان وسمعته يقول أنا أحمد، ألم تعرفيني يا أمي؟ لم ترد. عانقته بحرارة، كاد يغمى عليها. ترك حقيبتيه في الباب وحملها إلى فراشها، وضعها هناك وهو يقول لن أتركك بعد الآن يا